اهلا بيكم النهارده يوم مهم جدا مع قيمه علميه قديره في عالم الحقل المجهري اسئله انا نفسي بفكر فيها طبعا حقل المجهري يا جماعه فيلد اه أتراكتيف جدا جذاب حتى جذاب يعني خلاص انا بقيت يعني زي ما بيقولوا محب وعاشق للحقل المجهري من خارج الحقل المجهري طبعا ليه لانه علم ذكي انا بحب العلوم الذكيه في الطب علم قائم على حسابات على تقديرات مهمة جدا على قياسات كثيرة وعديدة علم فيه كلمة الحكمة في اتخاذ القرار مهمة جدا وتقديم المصلحة على مصلحة دي دا يعني ما يكون بنت ست داخلة عندها تأخر إنجاب وعندها ورم ليفي وقرر نعمل لها حقل مجاري وأخر التعامل مع ورم ليفي الله طب ما حكمة ده, ده قدرة خاصة بمقاييس علمية مش القصة يعني هي رغبة الست لا هي رغبة العلم اللي فيه مصلحة الزوجين. النهارده الحوار حول هذا العلم الشيق المليء جدا بالتطوير بتطو... مليء بالتكنولوجيا م. كمان العلوم اللي فيها تكنولوجيا دي بت... بتستهويني جدا والحقل المجاري ده مش تكنولوجيا عادية ده تكنولوجيا كل ساعة أكتر من الساعة اللي فاتت. النهارده ضيف العزيز واحد من نجوم الحقل المجهري اسم متميز للغايه الاستاذ الدكتور محمد ابراهيم استشاري الحقل المجهري واطفال الانابيب وتاخر الانجاب بمراكز دار الطب اهلا بيك دكتور اهلا وسهلا دكتور نورنا في الدكتور ربنا علم شيق وهبدا بسؤال شيق امتى اثنين زوجين تنصحهم انت كدكتور متخصص في عالم الحقل المجهري انهم يجوا لك عشان يبداوا يشوفوا تاخر الانجاب باسلوب الحقل انا هبدا من حيث انت بدات الحكمه في اتخاذ القرار كلمه الحقن بجهري كلمه تخض اي زكين وخاصه لو كانوا لسه في مقتبل حياتهم الزوجيه فعشان النهارده تقول يلا نعمل حقن مجهري لناس لسه حديث العادة بالزواج الكلمه مردوده على الواقع وعلى الظروف الاجتماعيه وعلى الثقافه والعادات والتقاليد بتبقى صعبه شويه عندنا ولكن انت طبيب يعني لازم تبقى حكيم في اتخاذ القرار زي ما حضرتك قلت في بدايه الحلقه انت هنا دورك ازاي توصل المعلومه ببساطه وتوصل القرار اللي انت اتخذته بناء على حاجات معينه علشان تقدر تدفع الزوجين في الطريق السليم يعني في بعض الاحيان الناس بتعتمد او احنا بنعتمد في قرارات الحقن المجهري على مده الزواج يعني في بعض الاحيان طول مده الزواج هو القرار اللي بيحكمني في اتخاذ قرار الحقن المجهري يعني في بعض الازواج تحللهم كويسه الزوج كويس الزوجه كويسه ومر على زواجهم اكتر من سنه ونص او سنتين او ثلاث سنوات او خمس سنوات وقتها مده الزواج هي اللي بتحكمني في اتخاذ القرار واللجوء للحقن بجهري مباشره بقى لهم قد ايه متجوزين بالظبط وتحاليلهم كلها كويسه ولكن هناك بعض الحالات ممكن تخرج من هذا الاطار يعني اللي يحكمني فيها مش الوقت خالص يعني انت ممكن النهارده يبقى اتنين لسه متزوجين ولا بد من اتخاذ اللجوء الى الحقن بجهري مباشره طب الكلام ده بيحصل ازاي بقى احنا طبعا دلوقتي عشان الفحوصات زي ما حضرتك قلت التطور اللي بيحصل يوم بعد يوم اول حاجه دلوقتي اي اتنين متجوزين لازم نطلب لهم تحليل سال بالنسبه للزوج تحليل سال منوي ده بيدينا مؤشر على الخطه المستقبليه للعلاج حاجه من ثلاثه يا يعني اما التحليل ده يطلع كويس جدا خلاص له فرصة للحمل الطبيعي الى إيه ان يقضي الله امر كان مفعوله شهر سنه سنتين ما اي مشكله أو التحليل نص ونص ده بقى بنعرضه على طبيب الذكورة وبعدين هو بيديله شوية المحسنات ومضادات الأكسدة عشان يرفع من كفاءة وجودة الحيوانات المنوية أو التحليل يقارب إلى الصفر أو الصفر يعني في بعض الأزواج النهاردة عندهم انعدام تام في تحليل السائل المنوي أو الأرقام مقاربة لمليون أو 2 مليون يعني أرقام لا يحدث منها حمل طبيعي هنا اللجوء إلى الحقن المجهري مباشرة هو الطريق للوصول إلى الحمل يعني ما ينفعش الناس دي نقول ايه والله إيه؟ لازم نستنى او نطبق عليها القاعده العلميه بتاعه ايه ان احنا نستنى سنه ونص او سنتين جواز عشان تعريف تاخر الحمل لا هنا وقتها الزوج فيه مشكله كبيره جدا وحل هذه المشكله بقى مش بالذهاب لطبيب الذكوره ولا ان احنا ناخد علاج ثلاث شهور ونعمل تحليل سائل منوي ونعيد التحليل تاني ونشوف التحسن لا هناك بعض التحاليل اللي هي بتظهر لنا على طول اللجوء للحقن ببهارم مباشره دون التقيد بمدة زمنيه يعني ايا كان بقى هو لسه متزوج بقاله اسبوع او اسبوعين عايز اقول لحضرتك انه دلوقتي عشان الناس بتقرا وعشان الاذاعه والتلفزيون والسوشيال ميديا في شباب دلوقتي بيجوا قبل ما يتجوزوا وبنعمل لهم تحليل سيلمان وانا ده انصح ده كلها جدا 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 آه. يعني من خلال برنامج ان احنا بننصح فعلا ده تحليل مهم جدا لان انت بيديك الرؤيه بتاعتك بعد كده في المستقبل يعني انت بت... بت... بتريح نفسك قدام يعني بتعرف انت داخل عليه مش لازم تستنى المده الزمنيه وفحوصات فحوصات ما قبل الزواج بالذات مهمه ل... جدا مهمه جدا والشاب بيعملها وهو ما عندوش ضغط عصبي ما فيش حد حواليه هو لوحده رايح يعمل كل حاجه و... ورايق آه، يعني. وبياخد قراره بنفسه بالظبط في بعض الناس بيبقى عندهم مرض السكر وزي ما حضرتك عارف ان مرض السكر ممكن يعمل ضعف في الانتصاب او يعمل حاجه اسمها قصف مرتجع م. وده برضو يعني انا النهارده لو عندي انا مريض سكر وعندي قصف مرتجع وقتها مش هيحصل حمل طبيعي يبقى بغض النظر عن مدة الزواج هنلجأ مباشرة إن الحقن ايه؟ المجهري. في بعض الناس النهارده عندهم آه الزوج بيسافر. يعني ممكن شوف بقى دي حاجة بعيدة عن الطب خالص، يعني احنا مش عايزين نخلي الحقن المجهري انه في حاجات خاصة بالطب، لا ممكن يبقى واحد ظروفه آه تقتضي انه بيسافر فترات طويلة خارج البلاد. مهندس بترول مهندس بترول، آه بيقعد في, في الصحراء كتير أه. جدا، واحد آه ليه عقد في دولة مثلا معينة وبيسافر 11 شهر وبيجي يقعد 30 يوم. 30 يوم دي فترة غير كافية لحدوث الحمل الطبيعي. مم. وقتها الحاجه، يعني انا محتاج ايه؟ لو مش فارق معايا الحمل قوي خلاص براحتك. ولكن لو انا محتاج الحمل ضروري في فترة زمنية قصيرة بنسبة نجاح عالية بلجأ إلى الحقن المجهري مباشرة. يبقى دي في حاجات متعددة عند الزوج من الممكن أن يتم اللجوء إلى الحقن المجهري مباشرة دون التقيد بسن أو فترة الزواج. مم. طب هل هناك أشياء أخرى قد تكون عند الزوجة تماثل الزوج وفعلا تلجأ السيدة إلى الحقن المجهري مباشرة؟ اه ممكن. وفي حاجات مشتركه كمان طب ايه اللي بقى ممكن مثلا في بعض السيدات وده برده نصيحتي من خلال البرنامج انه يعملوا فحوصات من قبل الزواج حاجه اسمها مخزون مبيض في بعض السيدات وحضرتك عارف انه عندهم ضعف في مخزون مبيض او في بعض البنات عندهم حاجه اسمها الفشل المبكر للمبيضين وبالتالي الست دي لو اتجوزت وقعدت فتره معينه عشان يتطبق عليها تعريف تاخر حم هي بتفقد الكثير جدا جدا من مخزون مبيض يبقى وقتها اول ما تتجوز قد يكون عندها فرصه جيده جدا للحمل عن طريق الحقن المجهري ولكن لو قعدت تنتظر الفتره بتاعت تعريف تاخر حمل ممكن ينضب عندها وينتهي تماما مخزون مبيض. يبقى بعد سنه ونص جواز لا هتعرف تحمل طبيعي ولا تعرف تحمل عن طريق الحقن المجهري <applause> فلو احنا النهارده اي سيده مقبله على الزواج وعملت مخزون مبيض واتضح عندها ان عندها ضعف شديد في مخزون مبيض او عندها دخله في مرحله ما قبل الفشل المبكر للمبيض أنا أنصح هؤلاء السيدات إنهم يلجأوا إلى الحقن بجر مباشرة بمجرد الزواج. ده إحنا كمان في بعض الأحيان بنلجأ إلى حاجة اسمها تجميد البويضات لبعض السيدات اللي عندهم ضعف في مخزون مبيض وهم لسه مش عارفين فترة الزواج هتتم إزاي. فإحنا خايفين إنه هذا المخزون لغاية ما ربنا يكرمها وتتجوز يخلص خالص نضطر إن إحنا نعمل حاجة اسمها تجميد البويضات. و... وهي ما زالت عذراء عشان الناس برضو بتتخض من الكلمه دي انتوا هتسحبوا بيضات ازاي وانا لسه بنت مش متجوزه بيتم تنشيط المبيض بطرق عاديه خالص وبيتم متابعه هذه السيده عن طريق سونار البطن وبيتم سحب البيضات عن طريق البطن وبطريقة برضو تحت تاثير مخدر ومفيش اي مشكله خالص فبرضو مش لازم الست النهارده اللي عندها ضعف مخزون مبيض يتطبق عليها تعريف تاخر الحمل في بعض الامور اللي هي مشتركه ما بين الزوجين ودي حاجه مشهوره جدا وان كانت بقى دكتور ايمن تحس ان ايه محدش بيتكلم عنها كتير او الناس بتتخض او بتتكسف تمام وانا اعلم زيجات كثيره جدا لم يتم بينهم اللقاء الزوجي او المعاشره الزوجيه على مدار ثلاث سنوات او اربع سنوات فتره الزواج تخيل اللي هم السيدات اللي بيصابوا بما يسمى التشنج المهبلي هؤلاء السيدات مهما النهارده عملت لهم جلسات علاج طبيعي او تدخل نفسي او حاجه زي كده هم عندهم مشكله في الجهاز التناسلي ولا يتقبلوا انهاء العلاقه الزوجيه بطريقه سليمه وبالتالي هم متزوجين تحت سقف بيت واحد ولكن كل واحد في مكان لا يتم علاقه زوجيه على الاطلاق. السيدات اللي هم النهارده عندهم تشنج مهبلي نصيحتي اليوم الدخول الى الحقن المجهري مباشره ليه لان الدخول للحقن المجهري ممكن الست تحمل وبعد كده يحصل الهرمونات بتاعه الحمل زي هرمون اللاكسين والحاجات دي كلها بتبدا تريح عضلات الحوض وتريح المفاصل وحاجات زي كده فبعد كده بتدي ليونه في عضلات الحوض وبالتالي ممكن الست دي يحصل علاقه زوجيه بعد كده وممكن تحمل طبيعي في المستقبل فمش شرط ان هي لجأت الى الحقن المجهري مباشره انها تحمل بعد كده بطرق الحقن المجهري دي امور كثيره جدا لابد ان احنا نراعيها مش لازم نتقيد ان احنا يمر علينا سنه ونص او سنتين زواج عشان احنا نعمل حمل ناجح وده يا يعني ريت ان احنا بنحاول المفهوم الخطا اللي احنا بنساعد ان احنا نصححه للناس اللي بتتفرج علينا النهارده ان احنا مش متقيدين بفتره زمنيه ولكن في بعض الحالات الكثيره جدا لازم نعمل فحوصات مهمه جدا والفحوصات دي هي اللي تقدر تقول لي احنا رايحين فين والطريق الامثل للوصول الى الحمل عن طريق الحقن المجهري في فترة زمنية قصيرة بنسبة نجاح عالية جدا. في معتقد عند كتير من الناس اللي هتعمل حقن مجهري ستظل أسيرة للحقن المجهري ولن تحمل بشكل طبيعي أبدا. لا كلمة أسيرة دي جامدة جدا. <applause> فعلا بجد. الكلام ده فعلا مظبوط جدا. <applause> بس ده المفهوم الخطأ زي ما حضرتك قلت. في بعض السيدات اللي هي ممكن تلجأ إلى الحقن المجهري وتحمل بعد كده طبيعي. طالما اللي هم نوعية إيه؟ تأخر حمل غير معلوم السبب. الناس اللي عندها تشنج مهبلي، الناس اللي هم بيعملوا حقن مجرم مش عشان سبب طبي زي ما احنا قلنا في اول الحلقه الناس اللي بتسافر او الناس اللي عندهم يعني يعني الظروف الاجتماعيه ما بتساعدهمش ان هم يقعدوا مع بعض كتير. طالما هناك لا يوجد سبب لتاخر الحمل اذا من الممكن ان يحدث حمل طبيعي في المستقبل تحت اي بنت. مش لازم اي سيده النهارده احنا من غير المفهوم انها تلجا للحقن المجهري انها لازم تحمل طول حياتها بالحقن المجهري لا السيدات اللي عندهم تاخر حمل غير معلوم السبب او ما عندهمش اي سبب طبي مانع للحمل من الممكن ان يحدث حمل طبيعي في المستقبل الناس اللي هم طول عمرهم بيحملوا حقن مجهري اللي هم مين اللي عندها انسداد في الانابيب عنده انعدام في الحيوانات المنويه بناخد له الحيوانات المنويه عن طريق العينه من الخصيه اللي عندها ضعف في مخزون مبيض هم دول الناس اللي هم كان في اسباب مقنعه للدخول الى الحقن البكاري وبالتالي ما زالت هذه الاسباب موجوده وبالتالي ما زال السبب اللي بنلجا ليه للحقن البكاري موجود وعشان كده علاجهم طول حياتهم عن طريق الحقن البكاري اما السيدات اللي هي كان مثلا متزوجه عندهم تاخر حمل انا شفتهم كتير جدا <applause> ياما ناس الدكتور دكتور ايمن حملوا طبيعي بعد حقن بكاري هم ما مصدقين الناس اللي هم ودول بيمثلوا شريحه مش صغيره 30% من الناس اللي عندهم تاخر حمل وتم تشخيصهم عندهم حاجه اسمها تاخر حمل غير معلوم السبب وتاخر حمل غير معلوم السبب يا نقعد في البيت وقد ياتي الحمل الطبيعي في اي لحظه يا نلجا للحقن المجهري. مرت فتره زمنيه معينه اكثر من سنه ونص او سنتين زي ما التعريف اللي احنا عارفينه بتاع تاخر حمل حصل وعملنا حقن مجهري وحملنا من الممكن ان يحدث حمل طبيعي في المستقبل. فبرضه ده يعني يمكن الحلقه النهارده صححنا مفهومين حلوين جدا المفهوم الاولاني انه مش لازم في فتره زمنيه معينه عشان وقتها نلجا للحقن المجهري ولكن هناك بعض الحالات الخاصه طب مين بقى اللي بيحكم على الحالات دي؟ الكلمة اللي حضرتك قلتها في بداية الحلقة الحنكة والخبرات والطبيب المعالج الحكيم وانت زي الحكيم انت ازاي تقرا الزوجين ازاي تقرا التاريخ المرضي ازاي تطلب الفحوصات اللي تقدر تساعدك في التشخيص النهارده ما تمشيش ورا العامة ولا تمشي ورا الزوج وزوجهم عايزين يعملوا ايه انت كطبيب مما تراكم عليك من خبرات كتيره جدا في هذا المجال شفت الاف الملفات انت ليك نظره ثاقبه في الزوج وزوجه اللي هم دول الناس اللي انت تقدر تتكلم معاهم ولازم تبقى انت امين في نقل المعلومه وعندك من القدره والخبره ويعني يعني التحكم في القرار واتخاذ القرار الصائب في فتره زمنيه فما تقولش ايه ده انا لو قلت لهم النهارده يعملوا حقن مجهري ممكن ما يجوش عندي العياده ده لسه متزوجين بقالهم شهرين هقول لك ايه الدكتور اللي انا اول ما رحت له النهارده يلا ايه روح اعمل حقن مجهري احنا مش هنروح عند الدكتور تاني لو انت النهارده قعدت مع الزوج والزوجه وفهمتهم التاريخ المرضي بتاعهم وقريت معاهم الفحوصات وناقشت معاهم الفحوصات الناس دي هتبقى ممتنه ليك جدا جدا ويحترموك ويقدروك ويعملوا اللي انت عايزه. <applause> فالفهم وتوصيل المعلومه للمريض باسلوب مبسط وخاصه في الناس المقبلين او الحديث العادي بالزواج بيفرق كتير جدا في اتخاذ القرار. امتعتنا وابدعت. <applause> انت اللي يعني لا 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 انا استمتعت جدا جدا جدا. اولا واضح انه الخطه التثقيفيه اللي انتم بتنتهجوها انا اقصد دار الطب وانت واحد من رموز دور الطب هي تصحيح مفاهيم خاطئه في عقول الكثيرين وضع انها ارهقت المجموعه الطبيه ارهقت الثقافه الطبيه فوتت الكثير من الفرص على كثير من الازواج. هي ارهقت المجتمع ككل. يعني عايز اقول لحضرتك ان انا بأصعق من كمية القرارات اللي الناس بتتخذها في أماكن كتير جدا بناء على العين عايز كده هو العين رغبته كده أنا بيجي لي ناس عاملة من زار بطن مرة واثنين وثلاثة وأزواجهم عندهم من في الحياة المنوية طب تحت أي بنت فإحنا بنحاول بقدر إمكان جاهدين إن إحنا نصحح المفاهيم الطبية لأن إحنا قدر الطب كمؤسسة لها تاريخ من 2007 إحنا بنشتغل بقينا أكتر من 15-16 سنة فإحنا لينا دور تنموي في المجتمع دور تثقيفي دور توعوي يعني احنا لازم ما كناش احنا اللي هنقود المجتمع ونقدم له الخبره الطبيه بتاعتنا ولان احنا الشغلانه بتاعتنا دكتور ايمن مش متشافه يعني احنا النهارده ما بتقعد مع عيان لا انت شايف النهارده العيان لا شايف سحب البويضات ولا شايف الاجنه اللي اتحطت ولا شايف تنشيط المبيض ماشي ازاي ولا شايف الشغل الجبار اللي بيشتغل داخل معمل الاجانب انت عندك الجندي المجهول داخل اي مركز اطفال المجال هو معمل اجانب فانت النهارده العين عمال يدفع فلوس وعمال يجي زيارات متكرره للمركز وهو مش شايف نتيجه هنا بقى الامانه والمصداقية هي اللي بتخلي العيان ده بيبقى مستريح لك نفسيا وبيأدي انت كمان بتبقى مستريح وتفهمه على كل حاجة فانت النهاردة ان ما كنتش تشتغل على خطة علاجية كويسة جدا اذا ما كنتش تشتغل على تثقيف للمريض وتغير الـ 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 المفاهيم الخاطئة اللي احنا تورصناها جيل عن جيل انت هتجد صعوبة في حاجتين ان انت ازاي تتعامل مع هذا المريض مستقبلا وفي نفس الوقت المريض ده مش هتعرف توصله للهدف بتاعه فاحنا هنا دورنا كدار الطب دور ان احنا نبدا نفهم العيان ايه المطلوب بالظبط دون ان احنا نسترسل في مزيد من الفحوصات ومزيد مش حضرتك عارف اللي بيحصل بالظبط فلازم يكون لنا نظره كمان في العيان من الناحيه الماديه لان الموضوع برضه هو مادي واجتماعي ونفسي وانت عارف الغريزه بتاعت الامومه والطفوله في المصريين وفي الوطن العربي بصفه عامه فاحنا يعتبر يعني مشعل لموضوع الحمل سواء عن طريق الحمل الطبيعي أو الحمل المجاري في أرجاء الوطن العربي كاملة نورت وأبدعت وأضأت <applause> منطقة مظلمة في كثير من العقول ويستبر الحوار في واحدة من أكثر المواضيع الطبية والتخصصات إثارة وتشويق واحتياجا وتفاصيلا هي الحقل المجاري ضيفي العزيز واحد من الاسماء والنجوم الحقل المجال الاستاذ الدكتور محمد ابراهيم استشاري الحقل المجاري واطفال الانابيب وتاخر الانجاب بمراكز دار الطب نورت الدكتور انا تنورت بيك وتشرفت بيك واتمنى ان في حلقات تجمعنا في المستقبل القريب ان شاء الله ده احنا ملفات عديده الحوار مستمر ولكن خليكم مع الدكتور